انه هناك عمل كبير وهناك نقله بالفعل لمسابقتنا المحليه ان شاء الله. زميل زكريا المستوي متواجد الان في استاد ال مكتوم في نادي النصر. زكريا مساء الخير. تحيه طيبه زميلي علي الظبياني، تحيه ايضا لمشاهدي قناه الشارقه الرياضيه وضيوفك في استوديو ملعبنا. تضعنا في صورة المكان، أنت متواجد الآن قبل يعني الحدث بيوم تقريبا أو أقل. تكلمنا عن التجهيزات، ماذا شاهدت في محيط الملعب؟ ما هي التحضيرات؟ بمن التقيت؟ ما هي أبرز الأشياء اللي ممكن تحدثنا وتطلع الجمهور عليها؟ في الأول زميلي علي، كانت الأمسية بدأت من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة من ناحية شباب أهلي دبي. مدرب النادي مارتن أرواب أرينا كان قد تحدث على أهمية هذه المباراة وما تمثله للنادي على الصعيد الجماعي باعتبارها مباراة مهمة، كأس سوبر وبداية الموسم بلقب، أمر يمثل دافع معنوي كبير جدا. هذا من ناحية شباب أهلي دبي. من الجانب الآخر، عبد العزيز العنبري مدرب نادي الشارقة تحدث وأبرز وأكد على أهمية هذه المباراة وأهمية اللقب بالنسبة لمجموعة من اللاعبين. هو اعتاد في سؤال له حول اللاعب الجديد غوميز، قال لي بأنه يعول على مجموعة ولا يعول على لاعب واحد، ويؤكد على لحمة الفريق في تحقيق نتائج إيجابية طيلة موسم كامل. كان في حديث أيضا للاعب إيغور، وأبرز هو الآخر بأن المباراة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمجموعة اللاعبين الذين يشكلون الفريق. بالحديث أكثر حول الأجواء التنظيمية لهذه المباراة، لجنة دور المحترفين تقف بقدم وساق من أجل إخراج أحسن واحدة من أحسن نسخ كأس السوبر، كأس السوبر التي تدخل موعدها 12 بعد حوالي 12 سنة. في أول نسخة كانت سنة 2008 والتي كان قد توج بها على ذكر ذلك تاريخ نادي شباب أهلي دبي. لجنة دوري المحترفين حاليا هو فيه منع تصوير باعتبار هي بروتوكولات خاصة بأي مباراة مهمة، تجهيزات خاصة لملعب المكتوم. غدا سيكون تحفة تنتظر جماهير التي سيكون لها حضور هنا على مدرجات ملعب المكتوم. بالخصوص زميلي علي ظبياني، نقطة الجماهير فعلا ستكون على أمسية رياضية متميزة جدا. البداية ستكون طبعا بعرض فيلم وثائقي يتحدث حول تاريخ دولة الإمارات، بعده يليه فيلم وثائقي آخر يتحدث حول نادي الشارقة ونادي شباب أهلي دبي وتمكن لهم من تحصيل لقب الدوري العام الماضي بالنسبة لنادي الشارقة وشباب أهلي دبي كسيدي رئيس الدولة. بين شوطي المباراة فيها فعالية رياضية أخرى أيضا خاصة بالجماهير، من خلال أنه يتم اختيار بعض الجماهير من كلا الفريقين من أجل تنفيذ ركلات ترجيحية. الجائزة الكبرى ستكون بعد نهاية المباراة من خلال اختيار فائز من المناصرين الحاضرين لهذه المباراة. الجائزة الكبرى تتمثل في سيارة أودي أي 3. طيب خلني أكمل معك بعد زكريا. إذا تكرم تقريبا زميلي علي، هذه كل النقاط تسمعني. طبعا أنت متواجد من وقت مبكر من عصر اليوم، حاب أتعرف على التجهيزات خارج الملعب، يعني خارج حرم الملعب، مداخل الملعب اللي راح تقدم التغذية أو الغذاء أو المشاريب أو الباركنات اللي مواقف السيارات، هذه الجوانب هذه شو اللي لاحظت عليها؟ فيه نقطة مهمة جدا بخصوص الجماهير اللي تحدث عليها زميلي علي، نقطة تحتسب نقطة إيجابية ومبادرة رائعة من أجل الدوري المحترفين. الأمر يتعلق بدخول مجاني لأصحاب الهمم. أصحاب الهمم من الذين يملكون اشتراكات وقدموا على اشتراكات من خلال بطاقة مجانية على موقع لجنة دوري المحترفين، حيث سيتم تخصيص بوابة رقم 7 لجماهير نادي الشارقة من أصحاب الهمم، والبوابة رقم 17 لجماهير شباب أهلي دبي من أصحاب الهمم. على
على على على خارج الملعب ايضا من ناحيه تنظيميه، كل الامور مضبوطه من ناحيه الباركين السيارات الخاص بكل الجماهير، طريقة دخول الجماهير، الأبواب ستفتتح تقريبا بداية من الساعة 4 مساء لتسهيل تدفق الجماهير. نقطة ثانية أيضا زميلي علي الضبياني، في تعاون أيضا بين لجنة دوري المحترفين وهيئة وطرق ومواصلات دبي، سيتم تسخير مجموعة من الحافلات بمعدل حافلتين من محطة عود ميثاء مباشرة نحو ملعب المكتوم بدبي. أشكرك زكريا مستوي، شكرا جزيلا لك، وفدنا إلى استاد المكتوم لمتابعة آخر التحضيرات. شكرا جزيلا لك زكريا، يعطيك ألف عافية. طيب طبعا احنا في إطار بعد الملعب أبو خليفة، احنا بنتكلم يعني بالاستمرار بنتكلم عن مجموع الخدمات، لكن كل شيء جاهز تقريبا يعني لم يترك شيء للصدفة أو للمفاجأة. صحيح، لأن شوف أنت هاي مباراة هي افتتاح.